أخبار اليوم. كان تحديا تاريخيا فرض على القوات المسلحة وقوات الشرطة في وقت عصيب، وكان هدف الإرهاب تقويض أمن مصر ونشر الرعب والفزع في ربوعها حتى يتسنى لأعداء الدين والوطن تنفيذ مخططاتهم. ومع مطلع يوم جديد من أيام شهر رمضان المبارك الأربعاء الموافق الأول من يوليو 2015، كانت القوات المسلحة بأبطالها البواسل على موعد مع ملحمة جديدة لإفشال مخطط إرهابي محكم للهجوم على الكمائن والارتكازات الأمنية والعسكرية بمدينتي رفح والشيخ زويد لأحداث حالة من الفوضى والفراغ الأمني والإيحاء بسقوط مدينة الشيخ زويد في أيدي العناصر التكفيرية لإعلان قيام إمارة إسلامية. مناهضة لمصر، فكانت معركة الثأر. وقد جاءت ملامح المخطط الإرهابي على النحو التالي: اعتبارا من الساعة 6:55 قامت مجموعات إرهابية بالهجوم على عدد من الكمائن للقوات المسلحة وقسم الشيخ زويد على النحو الآتي: كمين أبو رفاعي، تمكن أبطال الكمين البواسل بقوة 17 فردا من التعامل الفوري مع عربة يشتبه بحملها مواد متفجرة أثناء اقترابها من الكمين، مما أدى إلى انفجارها محدثة موجة انفجارية هائلة. الساعة 7 الصبح بدأ علي تعامل عربية مفخخة دخلت جوه الكمين والرجال عندي عرضوها، فالسايق العربية فشل إنه يدخل حرم الكمين ففجر نفسه في الشباب اللي معايا. الحمد لله يعني استشهدوا، نالوا الشهادة قبلنا، ربنا يا رب يسكنهم كده فسيح جناته إن شاء الله. صدوا التكفيريين، احنا كان بيهجم علينا ده عدد كبير جدا، وانا قوة الكمين عندي 17 فرد من غيري، وانا وعساكري بقى عملنا خطة الانتشار اللي متدربين عليها، وعلى قد ما ربنا قدرنا قدرنا نتمسك بالكمين لغاية آخر وقت. أنا عساكري ما أقدرش أقول عليهم غير رغم وحوش، ودفعوا عن الكمين بمنتهى البسالة ومنتهى الوطنية ومنتهى الرجولة، لدرجة إن في عسكري عندي اسمه عبد الرحمن ده استشهد، خد طلقة في جنبه وكان جنبي، فطبعا طلقة أثرت فيه، فقلت له معلش يا عبد الرحمن استحمل أنت بطل، تعالى نخلص عليهم كلهم. قال يا فندم انا هكمل ولا كاني خدت حاجه. واول ما بدا يتعامل خد طلقه في راسه وتوفاه الله يعني. ولكن عبد الرحمن ده موت لوحده 12 تكفير، حتى هو من كتر ما هم بقى بيموتوا بسهوله معاه وهو بينشن عليهم بمنتهى الاحترافيه، مش مصدق نفسه بقى بيفرح. رحمه الله عليه بقى فرحان ومبسوط ويضحك، وباقي الناس والله كلهم الناس نزلوا انتشروا تحت. في عسكري العساكر اللي معانا قتلت ناس منهم وخدت زحفت لهم، خدت منهم الأسلحة بتاعتهم وبدأوا يتعاملوا بيها عليهم والذخيرة بتاعتهم، ما بقاش طالب دعم. وأنا على قد ما أقدر بعد إصابتي دي بدأت مش من النزيف كان كتير، ما قدرتش مش قادر امسك السلاح، والجهاز الاشاره بتاعي باظ، خد شظيه وباظ،
فبدأت أزحف لغاية ما وصلت لصندوق القنابل، كان معايا قنابل F1. الحمد لله يا رب، الحمد لله يعني قدرت أرمي القنابل 20 قنبلة دول، وكبت بهم خسائر كبيرة جدا لدرجة إن هم خافوا يطلعوا لنا فوق رغم العدد بتاعهم ده كله، وبدأوا يرموا علينا قنابل من تحت. والقنابل طبعا العساكر عندي يعني ما اقدرش اقول ان هم عملوا اللي عليهم، فعلا عساكر متدربه معايا تدريب محترف، الناس كلها اول ما تشوف القنبله بترقد وياخدوا وضع الاستعداد عشان ما ان شاء الله ما تاثرش فيهم. والله انا احب اقول للاهالي الشهداء ما تقلقوش، والله والله جبنا طار ولادكم وبزياده وبزياده والله، لان دول اخواتي. حتى انا الدعم لما جالي عشان يخلي المصابين كنت مصر ان الشهداء يتنقلوا الاول، واحنا والله انا اخر واحد متحرك من الكمين عن نفسي، لان هم حقهم. الناس ضحت بكل حاجه عشان خاطر مصر وعشان يتمسكوا بالكمين. الضابط اللي كان معانا كان واخد 3 رصاصات في رجله غير الشظايا، يعني جسمه كله متبهدل، حتى وشه متبهدل، ما رضاش يسيبنا حتى واحنا بنتنقل. قال انا اخر واحد هتنقل، لازم الناس اللي معايا دي تمشي الاول. يعني غير المكان طبعا انا اتمنى شرف ليا ان انا اخدم هناك في المكان ده وادافع عن ارض مصر، بس كان اهم حاجه عندي ان انا اشوف الناس، لاني ما لحقتش اشوفهم كلهم الشهداء بتوعي. كان نفسي احضر عزاهم وامشي في جنازتهم عشان هم بفضل يرجع لهم، هم اللي ضحوا بحياتهم في سبيل ان البلد دي تعيش وان الكمين يفضل موجود وان زمايلهم يعيشوا. ان يعني الناس بقت ضرب شديد جدا والقوة التدميرية كبيرة جدا، وهم الاصرار اللي في دمهم. وانا فخر ليا ان انا خدمت مع ناس زي دي والله. وسام وما اقدرش انسى اللحظات دي، افضل طول عمري فاكرها. الابطال والوحوش ان انا عمري ما هلاقي زيهم، انا عارف عمري ما هلاقي زيهم والله، وكنت منقيهم بالاسم. وناس فعلا فعلا يعني فرحة اهاليهم بيهم والله، والله يا فرحة اهاليهم بيهم، هم اتمنوها ونالوها. وربنا يا رب يصبر اهليهم ويخفف عنهم يا رب. بالتوازي مع قيام قائد دبابة طراز M60 بالارتداد الى الخلف للخروج من الموجة الانفجارية وإعادة الهجوم على العناصر التكفيرية، مع نجاح قائد النقطة وعدد من الأفراد باستخدام القنابل اليدوية بكثافة، مما أدى إلى إلحاق خسائر جسيمة في صفوف العناصر التكفيرية وقتل 19 فردا، بالتوازي مع فرار عدد 2 عربة دفع رباعي إلى اتجاه مدينة الشيخ زويد كمين سدرة أبو الحجاج. في توقيت متزامن قامت عناصر تكفيرية تتراوح بين 40 إلى 50 فردا مسلحين بأسلحة خفيفة ومتوسطة وهاونات وقواذف RPG بدفع عربة مفخخة لتنفيذ عملية انتحارية ضد الكمين. وفور اقتراب العربة المفخخة من الكمين تم اعتراضها ولم تمتثل لأوامر التوقف، مما دفع أحد جنودنا البواسل بالتضحية بنفسه وأطلق النيران على العربة المفخخة، مما أدى إلى انفجارها خارج منطقة الكمين وتقليل نسبة الخسائر. العربية اللي تفجرت، عسكري دخل السلاح في العربية ضرب اللي كان هيفجر، اتفجرت بره الكمين. ده أرضنا، بلدنا، حد آخر شبر، حد آخر نفس فيه. قعدنا 7 ساعات نتعامل عليهم، وقعنا منهم عدد هم شالوا نصه. لما بعتوا جابوا العربيات بقوا يشيلوا على العربيات ويجروا، ومنهم اللي جاب موتوسيكل، كل واحد بموتوسيكل ياخد واحد وراه الموتوسيكل ويجري بيه. جثث ميتة كلها، فيهم اللي لابس لبس جيش، بس جيش مش زي الجيش بتاعنا، لبس منور، واللي لابس اسود مغمي وشه، اجسامهم ضخمة بس ما يخوفوناش. اديني سلاح دلوقتي وانا ارجع دلوقتي. قدام كل راجل استشهد لا يقل عن 20 واحد تكفيري من الناس دي. بإذن الله ربنا كرمنا، أخلص المستشفى وأخف وأرجع تاني أقف على رجلي، هاخد برضو الفيست بتاعي والخوذة والبندقية وهطلع تاني، هقف في كمين تاني وهنعمل كمين تاني وتالت.
ورابع، وهنفضل وراهم لحد ما ننظف البلد دي منهم بإذن الله، مش هنخلي حد منهم. يأتي هذا بالتزامن مع تمكن العناصر التكفيرية من إطلاق قذائف الهون وقواذف الار بي جي، الأمر الذي أدى إلى انتشار عناصر الكمين والدفاع عنه ببسالة رغم وجود شهداء وجرحى، والتمسك بموقع الكمين وقتل 7 أفراد من العناصر التكفيرية، مما أدى إلى انسحاب باقي العناصر في اتجاه مدينة الشيخ زويد. وبالتوازي مع قيام مجموعات مسلحة أخرى تتحرك بعربات مسلحة دفع رباعي ومعهم من 3 إلى 4 موتوسيكل بإطلاق النيران المباشرة على عدة كمائن: بوابة الشيخ زويد، كمين سيدروت، كمين المصورة، كمين الوحشي، كمين جرادة، كمين الشلاق، كمين العبيدات، وكمين قبر عميرة. وقد قامت العناصر التكفيرية برفع علم التنظيم الإرهابي ولاية سيناء على عدد من المباني وتصويرها لاستخدامها إعلاميا بادعاءات توحي بتمكن العناصر الإرهابية من إسقاط مدينة الشيخ زويد، مع بث بيانات كاذبة وصور مغلوطة عن هجمات إرهابية في إطار استخدام الجيل الرابع من الحروب المتمثلة في المعلومات للتأثير على الروح المعنوية للقوات. وقد تمكنت جميع الكمائن الأخرى من التصدي للعناصر المهاجمة وفرار العناصر التكفيرية جنوب الشيخ زويد. يأتي ذلك تزامنا مع قيام طائرات الأباتشي بتوجيه قذائف مركزة ضد مركزين لتجميع العناصر التكفيرية جنوب العلامة الدولية رقم 6 وداخل مدينة الشيخ زويد، وعدد من عربات الدفع الرباعي أثناء فرارها من أمام كمائن القوات المسلحة. وقد رصدت عناصر قواتنا المسلحة المختصة استغاثة عبر اللاسلكي من أحد العناصر التكفيرية. كما تم دفع عناصر من قوات التأمين المتمركزة بمدينتي رفح والشيخ زويد بمعسكر الزهور بعمل دوريات لسرعة ملاحقة العناصر الإرهابية والقضاء عليها. في إجراءات التأمين على الحدود مع قطاع غزة لمنع فرار العناصر التكفيرية من الأنفاق غير المكتشفة. وقد تم تجميع جثث وأشلاء العناصر التكفيرية وإخلاء شهدائنا الأبرار والمصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، مع فرض السيطرة الكاملة على مدن رفح والشيخ زويد وإعادة الأوضاع الأمنية لما كانت عليه، مع مواصلة ملاحقة باقي العناصر التكفيرية ومنعها من الهروب. إن ما سطره رجال القوات المسلحة البواسل بدمائهم وتضحيات شهدائها الأبرار لهو ملحمة بطولية للدفاع عن مدن سيناء الغالية، وهم يعاهدون الله وشعب مصر العظيم بتطهير أرض سيناء الغالية من كافة العناصر والبؤر الإجرامية والإرهابية أعداء الوطن، والإصرار على القصاص لدماء شهدائنا مهما كلفهم ذلك من تضحيات في سبيل الوطن. عاشت مصر حرة أبية، وتحيا مصر.